السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالنسبة لوصفة اليوم فهي بخصوص زيت البابايا أو فاكهة البابايا، كما نعرف فهي نبات خصوصا في المناطق الآسيوية، لكن نجده كذلك في المغرب بكثرة، ويمكن استعمال هذه الفاكهة لاستخراج الزيت نظرا فائدة هذا الزيت على البشرة والوجه، فهو جد فعال في إزالة البقع الداكنة من الوجه، كما يساعد على لمعان الشعر والزيادة أو كثافته. سر الوصفة هو الاحتفاظ بالبذور نظرا لاحتوائها على فيتامينات وأملاح معدنية مهمة، فاحتوائها على فيتامين E الذي يساعد على تفتيح لون البشرة، وكذلك أكسيد الزنك الذي يساعد على ترطيبها، بالإضافة إلى لمعان الشعر. إذن الوصفة جد سهلة. أولا يجب طحن البابايا، يمكن إضافة نصف كأس من الماء لمساعدة على الطحن إذا لم يتيسر، ثم استعمال زيت زيتون. بالنسبة للكمية فهي ليست مهمة، يمكن استعمال قدر ما تشاء، لكن يجب أن يكون زيت زيتون طبيعي وغير مختلط. إذن الطريقة هي خلط الكل في الإناء، ثم وضعه على نار هادئة جدا، ثم التحريك باستمرار كما تلاحظون. فالوقت يمكن أن يتراوح بين نصف ساعة على الأقل إلى 40 دقيقة. إذن بعد أن نلاحظ ظهور لون ذهبي، يعني أن البابايا قد حررت جميع مكوناتها وفيتامينات وأملاح معدنية في الزيت، إذن يمكن تصفيتها مباشرة. فمن الأحسن تصفية ولو كان الخليط ساخنا، لأنه يمكن أن يحرر أكبر قدر ممكن من العناصر. ثم يمكن الاحتفاظ بالزيت في درجة حرارة منخفضة لكي لا يتم تحلل الفيتامينات والأملاح المعدنية بسبب درجة الحرارة. لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمها بالضغط على زر أبوني، ثم الضغط على جرس الاشتراك لتتوصلوا بالإشعارات وتتوصلوا بجديد القناة، فدائما هناك وصفات جد سهلة وطبيعية. ما يمكنكم التواصل معنا على صفحة الفيسبوك، ستجدون الرابط في صندوق الوصف. شكرا.